الشروق اليوم مبارك في القفص بدون محاكمة. دي جميل قوي. خطوة إجرائية قانونية طبيعية، إنه مفترض إنه في قضية كانت اتعملت لرد اللواء، يعني لتنحية القاضي أحمد رفعت. النهاردة دي خطوة إجرائية بس لمد فترة السجن ايوه نظر للمحاكمة، فهي مش محاكمة لكن هتبقى خطوة إجرائية أعتقد بيستلزمها القانون لاستمرار المحاكمة إلى حين الرد في تنحية أحمد رفعت عن القضية أو استمراره فيها. الضوابط للدعاية الانتخابية تعرض مخالفيها للشطب، أهم الضوابط دي إيه؟ بصي، في مثل شعبي كانت أمي الله يرحمها بتقوله: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. إحنا بنتكلم دلوقتي أنا وإنتي في هذا الخبر المنشور في الأهرام عن الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الدين وعدم استخدام مش عارفة إيه و و و وإحنا لسه عندنا أكبر حزب موجود بشكل تنظيمي، اللي هو حزب الإخوان المسلمين الحرية والعدالة، رافع شعار الإسلام هو الحل، مع احترامي طبعا للإسلام كوني مسلمة أقدس ديني، لكني لا أربأ بي أن أدخل في لعبة السياسة. الحقيقة إحنا ده لسه موجود، قاري النهاردة خبر للسلفيين بيقولوا أن انتخابهم صدقة جارية. أفهم أنا بقى، يعني أفهم أنا بقى إيه نوع الصدقة الجارية اللي أنا لما أختار سلفي؟ يعني إن هو راجل ما لا يخطئ. مين اللي قال إن السلفيين لا يخطئون؟ مين قال؟ هل هم ملائكة أخذوا ختم الملائكة من الله عز وجل؟ ما حصلش. إزاي يبقى صدقة جارية إلا إذا كنت واثقة؟ أختاره طيب بقى لأنه نائبي الذي سيعبر عني ولأنه راجل إيديه نظيفة، أختاره لهذا السبب مش لأنه ملتحي و نبعد الأسباب الدينية وغير الدين، إيه الضوابط اللي المفروض ناخد بالنا منها على اللوحات وكل أساليب الدعاية المفروض تكون في بصي، البامفلات دي وكده؟ تفاصيلها علمنا موجودة، كويس. يعني هتكون موجودة في جريدة الأهرام بالفعل، لكن أهم التفاصيل إن أنت تختار نائبك لأنه يستطيع أن يوصلك ويعبر عن رأيك، مش لأنه نائبك اللي اداك شنطة مليانة سكر وزيت وملح ولا ودقيق، ولا هو لأنه نائبك اللي بيصلي بس معاك في الجامع، لأنه أثبتت لنا العقود الماضية إنه اللحية ليست دليل على طهارة اليد ولا عكسها دليل على الفسق والفجور. اختار نائبك لانه يستطيع ان يمثلك، اختار نائبك لانه يستطيع التحدث عنك، اختار نائبك انه عنده موقف، اختار نائبك انه هو ناجح في مجاله، اختار نائبك لانه قاري في دستورك وقانونك فيقدر يعرف حقوقك ويعرف واجباته، اختار نائبك لانه بالفعل هذا هو الشخص طب الذي تريد ان ومن يدير يمثلك. الانتخابات البرلمانية سمح بوجود كل اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي في الانتخابات، طب ذنب ايه بقى اللي هينتخب؟ لا، ما هو احنا لا لا عليه لا لا على لا عاتقه حاجات انا على كتيرة عاتقي، جدا. بما انه الدوله لسه مش قايمه صحيح بهذا المجهود، بدليل انه التحالف الشعبي او الوطني للانتخابات قرر ان هو يرفع قضايا على المترشحين من الحزب الوطني وغيرهم من الفلول او من الذيول، انا بفضل اقول ان هم ذيول، انه يرفعها قضاء اداري انه يمنع ترشحه طالما حتى الان لم يصدر قانون بالظبط. العزل. فاحنا بقى كناس زي ما اخذنا المبادره ونزلنا الشارع في 25 يناير و28 يناير وطالبنا باسقاط النظام، انا وانتي وكل المثقفين وكل الاشخاص اللي لهم علاقه بالقانون يكون عندهم القدره ان هم ياخدوا خطوه فعليه لمنع هؤلاء الناس من الترشح وفتحهم. موجود دلوقتي على الانترنت، لو دخلت اي ام بتشوفنا ولا اي ابن بيتفرج على نايل لايف دلوقتي، بس خلي لو دخل بالنا على ان الانترنت الاغلبيه وقال مش موجودين على قوائم الانترنت. الفلول هيلاقيهم، يعرفهم ويحمي اهل دايرته منهم، المفروض ان احنا نفضحهم على طيب الاقل. اخر خبر معانا، الشروق صفحه 3، المستشار عبد المعز: عدم تصويت المصريين بالخارج لن يبطل الانتخابات. وده كان التهديد اللي قاله احد الاشخاص المسؤول عن مصريين مغتربين في اوروبا، وهو انه لو في انتخابات قامت بدون المصريين ما يقدروا يصوتوا الموجودين في الخارج، ده معناه الانتخابات باطله. هو لن يبطلها ولكنه قد، يعني نقول ايه، يصيبها في الصميم. هو مش هيبطلها قانونا ولا أداء ولا إجراء، ولكنه سيصيبها في الصميم، من حيث أن أنت ستحرم الملايين من المصريين الموجودين اللي بيدخلوا لك عملة صعبة ويقوم عليهم جزء كبير من اقتصاد البلد دي، تحرمهم من طب حقهم في وبعيدا اختيار رئيسهم أو نائبهم. بعيدا عن المنفعة اللي بتعود للمصريين من دخل المصريين المقيمين في الخارج دلوقتي، أنا مش سامحة لعدد أو مجموعة من ملايين المصريين كلهم بقى مش في الخارج مجموعة، كلهم في ملايين الداخل ملايين. يكونوا مطرح ما يكونوا، بس أنا حرماهم من الانتخابات، أنا عندي هل سؤال. ده يبطلها ولا لا؟ بصي، لا يبطلها، هو خارجين دلوقتي بدعوى إن هو لا يبطلها، بس هو سيبطلها معنويا، بمعنى إحنا أقل إيه من تونس، إن تونس قدرت إن هي أولادها في الخارج يصوتوا قبلها وإحنا مش قادرين. ايه اللي يمنعنا؟ ايه يمنعنا كمصريين؟ اصل ناقصين ايه؟ ناقصين رجل. عندنا مستشارين وعندنا جهاز دولة كبير جدا، دولة كبيرة على مستوى العالم العربي تظل غير قادرة على انه ابنائها في الخارج يصوتوا. اذا ما كانش الموضوع دوت هيؤثر علينا اجرائيا،
فهو سيؤثر علينا على المدى الطويل ان احنا بنحرم من يقدمون اموالهم وانفسهم وجهدهم وجهدهم لاهليهم في داخل مصر، نحرمهم من ابسط حقوقهم السياسيه ان هم يختاروا رئيسهم. اعتقد ده مش فير، مش عادل، مش عادل على الاطلاق. اكيد. كاتبه الصحفيه امال عويضه، الصحفيه بجريده الاهرام، بشكرك. شكرا ليك يا مان، نورتينا وشكلي اتغطى كله. في لا 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 لا، هو الاخبار النهارده يعني عارفه تبص لها كده فتتعجبي من الاحوال. اذا كنا مش قادرين على اداره هذه الدوله وبنحرم مصريين من حقهم، فاذا احنا لسه قدامنا كتير قوي. صحيح. قدامنا كتير قوي قوي قوي، ربنا يسترها. معانا دلوقتي تقرير عن مؤسسة يقظة الفكر، أقامت مؤتمر حول كيفية تفعيل مهارات الشباب للتنمية في مصر، حضروا العديد من مؤسسات المجتمع المدني. كاميرا نهارك سعيد كانت موجودة هناك، تعالوا نشوف اللقطات اللي جابتها لنا ونرجع نكمل فقراتنا.